انت شو قصة الكرم يلي حل عليك فجأة؟ لا يا اخو خليك هيك عم تحكي. مش انا امتى ما كنت كريم معي؟ لا مو هيك قصدي، بس يعني ليش هالمرة تحديدا عم تشتري لي اكلات طيبة؟ والله ما في شيء، بس يعني مو انسة التاريخ غايبة، قلت نروح انا ورفيقتي خوخة نشتري اكلات. شكرا كثير طيبين. صحك. جاي عبالي روح جاكر رفقاتي. لا اوعي. الله يخليك خليني جاكر. لا لا بدنا نخلص الاكلات طيبة. ما بدي جاكرهم. تعي وين رحتي؟ ماني مصدقة طاير عقلي، في مسرحية عندنا بالمدرسة. يا بساطولة بالمدرسة بأمريكا. ريحنا أستاذ بوئي. لا ما ريحنا، احكي لك كلمة إن شاء الله. احكي لي عن روسي جديد. بعدين إن شاء الله. لك لحظتني يا باشا، ما بفتح باب. روسي روسي سكري يا زلمة حلا. يا سكري يا الموبايل باع عشان ما يجي بركسك وبركسك. أنت معي أبو ليزا؟ ما اطلع من هون. حياتي حافظها. المهم يا شباب. هلا اسمعني يا أبو بلول. الله يخليك معي. المهم هيك نضمن شو ما عملنا وشو ما سوينا يا كلام محطح. معك حق. ربنا نطول يباري. بس منطارق. شو كنتوا عم تحكوا؟ يا زلمة يا غسان عليك الكذبة، قال طحطح معه 25 مليون ليرة بالبنك. طحطح 25 مليون ليرة؟ اختي أنا كذاب، كذاب شو ساوي بحالي؟ اقتل حالي، ادفن حالي، كذاب، اخضربني. منيح هيك. لك عمي لؤي، غسان كان عم يحكي عن المسرحية، ما كان عم يحكي عن الطحطح وحسابه بالبنك. اي والله صح صح، لك ليش ما قلتوا لي انه خلود هون؟ انا هيا بدي افهم شو القصة. خلود ما في شيء، يعني غسان عم يكذب مثل كذباته. ما رخيني، عم يكذب؟ ماشي، يا تخبروني يا بروحي على المدير. بدك تعي وين بدك تروحي لعند المدير؟ ما جاكرتي اليوم باكلاتك الطيبة اللي فيها شو طيب؟ على حد عم تضحك علي؟ على حد اكلاتك الطيبة ما فيها رايح لعند المدير هلا 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 اذا ما تخبروني شو القصة. على حد الله يهز بدنك، ولك شو صار لك تيستي؟ عم بقول لك ما في شيء، ما في شيء. بدي اعرف شو في. اختي نحن بدنا نعمل مسرحيه بعيد المعلم ونقدمها هديه للاساتذه، وانت اكيد ما بدك تشاركي معنا مو حبيبتي؟ نعم بلا بدي. إيه لا بدي انحرق انا بقى بعدني. هلا هذا منظر وحده بدها تمثل؟ بدي مثل او خليني معكم شو ما كان بشتغل. يا عمك عمرك يعني ما منلاقي لها شي شغله لخلود؟ منلاقي لها، شو بدنا نساوي؟ شو رايكم شغله بالانتاج؟ إيه؟ شو رايك لولو؟ ايه مشان الله، والله حلوه شغله الانتاج، موافقه. روحي ان شاء الله بعد ما تنباش، انت خرجت تشتغلي بالانتاج، انت لازم تعملي دور ساحره، دور عرتيلي. روحي لك عمي روحي، اصلا انت نهايتك يا قواص يا السجن. تعال اقول لك، تعال لك انت لامتى بدك تتم معلقنا بحمرنتك وحيوانتك؟ طولوا بالكم طولوا بالكم، هدوا، مين بده ياني اول شيء؟ تعال شوف تعال. روح المعلم، تعال خبرني عمي لؤي. حبيبي محجوب، نحن هون كلياتنا ديمقراطيين. حلو؟ حلو. شو بدك كفوف ولا رفس؟ هو يلا يا رب فرجيني هالوجه. الله يعله لقلبك يا محجوب. لك يخرب بيتك، مين قال لك انه اي هذا بيت؟ لكن لك هذا مطب على طريق بسيمي، بس لانه كبير على الخريطه انت شايفه هضبي. بعدين انت عامل لي حالك تفهم بالخرايط على اساس؟ وين القطيفه على الخريطه؟ لك انت بتعرف ليش انا واقف على الخريطه؟ ليه؟ انا عم دور على بلد هاجر عليه لارتاح من وشك، روح! حنيانه؟ تسلمي حبيبتي، خلود اقول لك شيء ما تزعلي، والله انت بدك نفضه كامله واولهم هالشعر. لك يا مخلوقه عمرك بخطر لك تروحي تعملي تنظيف بشره، ضافيرك، تحطي روج مثلا، مسكرك، حطي مسكرة وشوفي. بس انا ما بعرف، انا وحدي عم بعلمك وحياتك انا بعلمك. الله لا يعطيك العافيه فوق تعبك، شو بدك عني يا وليه؟ شو بدك عني؟ بدك فرزي دخلها؟ روحي نفري وبتجيبي لي ولي امرك، روحي برعي. ليش شو شعراتك انت وليه؟ والله بدك ورجيني بياخذوا العين، جيبي له لابوك لا تجيبك عني تور تضربي بيها الوليد. طلعوا لي الوظائف لشوف، ويلي مو كاتب وظيفته لا سين ولا جيم يشرف لعندي لحاله. استاذ روق شوي. اخي ما عندي روق، يلي مو كاتب وظيفته يشرف لعندي. استاذ روق، يعني نحن بتعرف ليش نحن ما كتبنا الوظائف؟ ودخيلك يعني شو الظروف يلي عندك لحتى ما كتبت الوظيفه؟
بصراحة كنا عم نحضر لك مفاجأة كتير حلوة بمناسبة عيد المعلم. بابا عن جد يا طوالي عم حضرك مفاجأة. اي والله شبك لك عم لؤي شمسي؟ من وين حلوة المفاجأة؟ وشو هي المفاجأة اللي حضرين ديها؟ مفاجأة أستاذ والله العظيم مفاجأة. أغلبوك برحمة أمواتك شو هي؟ أستاذ يعني مفاجأة، والمفاجأة ما بتكون حلوة إذا قلنا لك شو هي. إذا ما قلنا لك هي مفاجأة معاك يا أخي غليظ غليظ يا أخي ثقيل غليظ. خلص أستاذ والله المفاجأة رح تعجبك كتير صدقني. داخلنا ها؟ دك يانا نطلع لبرا ولا نضل هون؟ لا يا حبيباتي سامحتكم، طالما في شغله هيك بدها تفاجئني وانا هلا رح فاجئكم. اليوم ما في مصايب، سرقوني طلبوا دفعات الرسم. استاذ عباس، استاذ مرحبا. استاذ خير خير، شلتون هاجمين مثل الجدار. استاذ ممكن كلمه؟ تفضل. استاذ بصراحه نحن بدنا مساعدتك. إذا بقدر ساعدكم ما في مشكلة. لا بتقدر أستاذ، بتقدر. يعني إحنا يوم عيد المعلم حضريكم مفاجأة بتطير عال، فبدنا نساعدنا. بشو بقدر ساعدكم أنا يعني؟ أستاذ معلش ناخد الصف بعد الدوام. تاخد الصف بعد الدوام؟ إيه. وليش بقى بدك تاخد الصف بعد الدوام؟ يعني أستاذ بصراحة نحن ما معنا مصاري وصفنا فيها، قلنا إذا بنقعد نشتريكم هدايا ما شاء الله ألف أستاذ مول كامل ما بكفيكم. فقلنا لحالنا يعني نعمل هيك بقى. شو قلت استاذ؟ والمطلوب؟ يعني نحن استاذ بدنا نعمل مسرحية ونقدم لكم اياها بعيد المعلم، ممكن تساعدنا استاذ؟ فكرة عظيمة كتير وعجبتني، وانا رح احكي مع الاستاذ عبد العظيم لحتى يعطيكم الصف بعد ما يخلص الدوام. منيح هيك؟ شكرا شكرا كتير يا استاذ. لا ولو، بس بدي اسألكم مين اللي اقترح هاي الفكرة؟ استاذ غسان الغليظ هو اللي اقترح هاي الفكرة. شو والله الأستاذ غسان صاير عم يشغل مخه ليه؟ ايه قررت خلاص نشغل مخي من ورائي. إيه انت ما بتعرفه لغسان استاذ، لا تشوفه غليظ، وقت اللي بيقرر بيطلع معه. هلا بنفذ لك وحكي فاضي، خليني لحق الأستاذ عبد العظيم قبل ما يروح على بيته. لك ما قلت لكم الأستاذ عباس رح يزبطها، اصلا هو اللي مشي المدرسة على اصابيعه، ما بده يزبطها. شرفوا له عيد زبطت. شرفوا شرفوا شرفوا. قلت لك بتزبط. عفوا استاذ عبد، الي عندك طلب وبتمنى انك ما تردني. امور استاذ عباس، اضطررت لخدمتك. يخلينا اياك. استاذي الطلاب حابين يقدموا مكافأة صغيرة للأساتذة بمناسبة عيد المعلم. مكافأة؟ مكافأة شو حبيبي؟ ولا شيء، عرض مسرحي بهالمناسبة العظيمة. عرض مسرحي وديكور ونصوص وحفظ وتحفيظ وإخراج؟ لا حبيبي لا 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 لا. ولو يا استاذ عبد، ما انت تاريخك بيحكي عنك ما شاء الله، بفرنسا بفيتنام باليابان بكوريا الجنوبيه. ولو معقول شغله صغيره مثل هي ما توافق عليها؟ بعدين انت يعني بتحب الفن وبتحب الفنانين، انت موجه الفن اسمك بقى. شو قلت؟ افهمتني يا استاذ عباس، افهمتني. بلغ الطلاب موافاتي، انا معكم لابعد الحدود. الله يخلينا اياك، وهذا اللي توقعته منك. شكرا لك استاذ عبد. عفوا حبيبي استاذ عباس. كله نظر هالاستاذ عباس، كله نظر. عم تطلع لي البنت شو سوت؟ بنتي من كل خلق الله ما لقيت لي الا طحطح تحط مخرج للمسرحيه. شو بطحطح والله منيح يا حاجبا يا زلمه. يا حبيبي يا زلمه يا قلبي. طب في شغله بمخي خليني كملها بس. ماشي الحال، لشوف شو اخرتها معك. شو يا زون، مجهز حالك لتكون مساعده لطحطح؟ بلا غراسه يا زلمه، الله يحفظك. ما عم تلافي انا. يلا شباب بدكم شيء؟ انا لوين لوين رايح؟ والله بدي اروح، عندي شغله ضروريه. لحظه شوي بدنا نفهم شو بدي اعطيك مهمه الاستاذ غسان. انا برايي انا ما بمثل. ما بمثل؟ ما بتمثل. مدير يعني مشرف اشراف عام. ايه انت وخلود مشان تقدر تردف لنا اياها. وافق. يلا ماشي. يلا باي. الله معك. هذا مخرج. هاي طحطح طحطح كيفك؟ شو؟ استاذ استاذ؟ شو ليش كل الوقت عم تكذبوني؟ حبيبي انت صرت استاذ لا استاذكم؟ ايه استاذكم يعني انتم؟ يعني ادفك الخط بعمل استاذ؟ ليه؟ انا صحيح شاطر بالحسابات
بس هو مدرسة أدبي يعني ما فيها رياضيات بنور. لا ما بمشي حركون أستاذ. لك يا بني آدم أنت ما رح تصير أستاذ، أنت رح بتصير مخرج. شلون يعني؟ يا طحطح يا حبيبي، نحن لنعمل مسرحية بعد 3 أيام بمناسبة عيد المعلم، حلو؟ وبدنا نهديها للأساتذة، وقررنا إنك تكون مؤلف النص والمخرج كمان. بقى شو قلت؟ والله فاجأتوني يعني، اتركوني فكر. ما هو المشكلة إنه ما حيضل أيام بعمرك لحتى تقلي إيه أو لا، هلا بدك تعطيني الإيه؟ مشي اتكلنا على الله. يا عيني عليك، معناتها استبينا، بكرة من بعد الدوام بلش بروفات. مشي اتكلنا على الله. حلو. وهي يزن مساعدك، شو ما بدك تطلب منه؟ يزن؟ لا يعني قصدي خلي شادي يعني هو يزن. لا حبيبي لا حبيبي، أنا بدي مثل ما بدي يكون مساعد. بس شو أستاذ طحطح؟ لنكون مو معبين عينا. لك اتركوا يا عيني وراسي. زوجي عندي الزلمة. روح يلا خلص بكرة معنا يجي. ما في سلفة؟ لا والله طارق مشي معه كل الميزانية. بدها سلفة. سلفة طبعا. أهلين يا حبيبي حلعنا. لك بس وحدي هيك. لك روح. شو هالخط المفشكر؟ كان يا مكان كان من زمان في مملكة اسم العلم نور، فيها أشكال وألوان، فيها عجائب وفيها غرائب وفيها الحلو والحامض واللفان، بس كله كوم والأميرة بنت الملك كوم تاني يلي ما شهدت الأرض بحسنها وبجمالها وبرقتها وبدلالها. وبهذاك اليوم صار يلي صار ونكتب للشقي عمر ومشوار، فتعالوا نشوف شو صار بالأميرة. مولاي الملك ومستشاره. مين كمان؟ وزيره. مين؟ وزيره. ووزيره. اخي خدام انا ما عم مسر، روح جيب له اي مسر. تعال بدنا نجيب له اي عمل ايفون انت. يلا امنوني. يا الحشرات كيف احوال الرعيه؟ كله تمام يا سياده الملك. يعني انت بتعرفني انا بحبك كثير، فنازل لشان اشوف لك الاخبار. بدي اقول لك يا رب الحرب الله يخلينا يا رب، احنا بلاك ولا شيء، انت الشيء ونحن لا. الله يخلينا يا رب. انت بتعرف انا ليش بحبك؟ خلاص يا انت بتعرف انا ليش بحبك؟ انت بتعرف انا ليش بحبك؟ ليه؟ لانه انت فسفوس. الله يخلينا يا رب. نزل ايدك يا غسان. ايوه يلا فوتي وراي. عايزه اتجوز، عايزه اتجوز، عايزه اتجوز. طولي بالك يا بنتي. ما بدي طول بالي، انا قررت وعايزه اتجوز. ما تقول شو بعلت تلتجي على قلبك وقلبها؟ ليش عم تعيطوا وتعلوا صوتكم؟ يا امير يا مولاي، بنتك كل يوم عم تسوي تنق بدها تتجوز. ليش هي رايحه هيك وجاي هيك؟ وقال كل يوم عم تشوف نور مهند وهي عم تحبه لنور مهند، وبدها كمان عم تحضر مسلسل عايزه تتجوز، فلاقي لنا حل معها. نورا بهري انت مو على اساس تقدم لك 20,000 عريس؟ ليش ما تجوزتي ورضيتي فيهم؟ هلا شو عدا ما بدا؟ شو عدا ما بدا وليه؟ يا بابي انا عم بتقدم لي القصير والسمين والدم غليظ، انا بدي واحد حبه. بتسيك شو؟ ويحبني. واحد بحبه. افهموني يا ناس، انا عايزه اتجوز. ان شاء الله بيجيكي بولبن قصاه مفتومه بروحي. لا لا انتوا لا تطاقوا ابدا. تعال 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 جيبوا جيبوا جيبوا. شو نعمل هلا؟ حوار مين هلا؟ يا حلوة يا مؤدبة يا مشبة يا أميرة، احكي لنا شو بدك؟ بدي اياه يحبني ويحبه، يفهمني وافهمه. ومعلش اذا كان من عامة الشعب، مو ضروري يكون غني، بس بدي اياه زقرت وقبضاي مثل يحيى، وحلو وجميل مثل مهند. والله معك حق، صارت تحب الفنانين. ايوه والله يا جناب الأميرة، يعني كأنه عم تطلب شيء لحكي. يعني ما بيعرف هذا الوصف. اسكت انت اسكت. هلا ساحرتنا شمقرين، عطينا شو لازم نعمل؟ لازم يا مولاي تصدر فرمان في المواصفات المذكورة للشب فلان ابن علتان يلي ذكرته الأميرة سلوفان، ولازم هذا الشب يخضع
لاختبار. ماشي ايوه يعني فحص فجائي. ماشي ايه فحص فجائي، اعمل لي هذا الفرمان ونزل لي الفحص الفجائي اساسي بالفرمان. عمرك يا جناب الملك هيا. والله وين احنا بلاك ولا شيء، انت الشيء ونحن اللو. يلا يلا هيا يا نساء الى مجلسنا. ايوه الحاجة هيا. يلا يلا يلا. لا يوفقك يا لؤي عال على الهلك، انا الي بالتمثيل. لحظة، فرمان فرمان من جناب الملك ملك بلاد الشام. مضبوط شغلنا. لك هي هذا فرمان ولا خربش دجاج هي؟ عباس ايه لك هي فرمان ولا خربش دجاج هي؟ فرمان يا سيدي فرمان. الله يخليك. يلا عمو مو عمو مو. يلا عمو مو تفضل جناب تفضل. السلام عليكم. لحظة شوي. لا خلي الحاجات يا الله. وانطرش الفرمان بكل المملكة، واجوا الشباب الفرسان ليحصلوا على الأميرة سلوفان. ايوه اه شرفي من بلاد الاسباب. اخلاص انت ومن نص فرشة الملك يا عم بركوت وترخيرو ولا بريزنتي. يا بركوتو تفضل لك شو عم يفري فري، تعالوا وقفوا. بركوت وترخيرو البرنت بريزنتي لأدريانو لبامبينو. هنقول إنه من أدريانو يقول لكم مساء الخير جميعا. مساء النور. مساء النور. باراكوسرو أسرانخيرو لبامبينو. لبامبينو يعني إنه يريد أن يتزوج من عروستكم من أميرتكم يعني. ماشي وانت وين تعرفت علي أولا؟ باراكوسرو أسرانخيرو لإنترنت. احكي بالعربي فضحتني. يفهم بالعربي؟ نحن ما جلالة الملك، لقد تعرفت على أميرتكم المصونة عبر موقع وجه الكتاب الفيسبوك. ايه هذا اللي عملت لك اكونت عليه امبارح يا عبد الملك. ما رايك يا جلالة الملكة؟ لا 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 يطاق. لا تعال عندي يا فرمانات. تعال انت ارجع لورا. انا فرمانات واخ بتأصدر لي فرمان ممنوع اي عريس يتقدم لبنتنا المصونة عنده أكاونت على الفيسبوك. هي قصة الفيسبوك كلها ما حد بيتها. والله ما حد. وبعد اذنك يا جلالة الملك بتمحي لها الأكاونت تبعها. شو قلة الأدب هي؟ مفهوم حكيتلك انا حاطط الشاشة يا اخي تاب الشاشة وخلص. طالع برا. لا طالع برا. ومثل ما شفتوا الامير الاسباني ما مشي حاله، تعالوا نشوف الامير يلي بعده. شرفت شبابي من بلاد الشامور الامير. او يلا 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 لوين 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 شو رايح رايح لوين. ايوه لك صفا لك ايشك عامل بحالك شو؟ لك شو صفا؟ لك شو صفا؟ مشي مشي شو؟ من 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 نعيد المشهد مع لنا. بطيء خلود بطيء يلا. شرفي شمارين بطيء من بلاد بسيمة 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 الأمير. مرحبا عمية. تعم الظلايط عليك ليش يا شواربك؟ ولا غلط راح احكي شو بدك خلصني. يلا عندي شغل. طلب الاميره طلب الاميره. انت شايف طلب الاميره؟ مرحبا عمي ملك. عمي ملك ها بدنا نحط الخبزات على الجبنات. بدنا هالحرمه ولك بهيمه هي العروس مو هي. لا انا حبيت هي. لا عمي شو بدي بهي انا. ماشي طيب تعال عندي. يلا روح لعنده. قومي ليه واقفي لي هون؟ تعي انت واقفي هون. فرمان تعال عندي. ايه معلم امرنا. انت لما عممت صورة العروس مين حطيت هاي؟ لما هاي مين حطيت؟ لك احكي مين حطيت؟ حطيت صورة الأخذ. إن شاء الله بيخرج عليك حيط. الله يوفقك عباس. انت عباس ايه عباس. ماشي هلا بتنزلي فرمان جديد بتحط لي فيه صورة العروس الحقيقية اللي هي سلوفاني. ايوه ماشي هذا بعدمه. لا نبر طالع برا. طالع برا طالع برا طالع برا طالع برا. هيا يا زوجي كمان الأمير بسيمة ما مشي حاله. تعالوا نشوف حظ أميرة مين حيكون بعد منه. ايوه اجيت شبابي
الأمير المهذب صاحب الصوت الحنون العصفوري الأمير. مولاي مولاي يا قاضي الحاجة. مولاي أنا مولاي أنا حبيت الأميرة مولاي. حبك هي ولا؟ وأنا حابب أهديها بهي المناسبة أغنية كتير حلوة مولاي. كتير منيح يا أبني. تعا عن إبر سمعنا. طيب عود يا أبني عود. ما فيني أقعد على الأرض. لا أنتوا لا تطاقوا أبدا. والله أنا ما بعرف أعزف يعني. عود أم أنا أسف. عود. يلا عباس عباس. إي عباس مشان. ولا زرع هيك العفنة بعدين عدم ونش بعدو بس هذا هو العريس اللي أنا بدي إياه لبنتي وهيك خلصت المسرحية. لحظة شو معك شهادات ولا؟ خلاص أنت أنا حبيته كسكوت أنا المخرج وهيك أعزائي الحضور حبات قلبي تجوزت الأمير الأميرة وحبوا بعض وخلفوا صبيان وبنات كتير حلوين بيشبهوني.